معك عارف. عارف اهلا يا عارف. اي نعم حياك يا عارف. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا يا عارف، من وين تكلمنا؟ من عدن. حياك. حياب عدن. الله يحييك ويبارك فيك. عدن الثقر اليمن الباسم. كيف الامور عندكم في عدن؟ في حديث انه في موجة امطار او كذا؟ في موجة رياح، الامطار خفيف شوي يعني بعض المناطق موجة رياح. طيب في كيف درجة الحرارة؟ لا بأس اليوم ان شاء الله خير، ان شاء الله تمام اليوم برود. في كهرباء ولا برضه مزين؟ كهرباء تجي وتنقطع تروح، الان مش موجود. اوكي بتجي ان شاء الله، بيجي الخير ان شاء الله. في شحنة وقود يمكن 60,000 طن يمكن اليوم أو بكرة تقريبا بتوصلكم. 60,000 طن شحنة وقود لمدة شهرين إن شاء الله. الله يتمها بخير. لا لا متفائلين إن شاء الله خير بإذن الله. طيب تعليقك يا عارف على موضوع ما يحصل من فوضى في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني من دخلنا نحن وياه بخلاف أعطيناه ملان جلده بمواقع التواصل الاجتماعي لما نحطه الأرض. والله هذه الأمور يعني كما قلت، يعني إذا حصل خلاف بينك وبين شخص دخل في مواقع التواصل وهذه صارت سرعة في الرد الغير المناسب، وتحصل من ذلك يحصل تطور الخلاف ويتوسع عندما يكون منحصر بينك وبين شخص، بعدين أنت تدخل معه في هذه الوسائل، فإذا بك تجد الرد وتجد أنه ينشر الخلاف في هذه المواقع فهذا يتوسع. وهذه المواقع يعني صارت السوشيال ميديا يعني بحر متلاطم الأمواج، بحر متلاطم الأمواج لا ساحل له، فيه يخوض كل بهواه، فالذي يخوض إلى الخير يعني يسير إلى الخير يجده، لكن هناك الخير ربما يكون منحصر وحوله الشرور كما قلت أمواج متلاطمة. صحيح. هنا يحتاج الخائض أو الداخل في هذه المواقع وهذه الوسائل إلى إرشاد وإلى ترشيد، فكيف نرشد فئات في المجتمع وكيف نرشد أصناف من الشباب والآباء والأمهات، كل قد سادت هذه الأمور سادت هذه الوسائل. هنا عندي رسالة إذا سمحت لي. تفضل. وجهها إلى الأب والأم، إلى الآباء والأمهات. هذه الرسالة باختصار يعني أنك تحمي طفلك من الدخول في هذه الوسائل. أقول إن مشاهدة طفلك الصغير وهو يلهو بالجوال وكيفية دخوله لليوتيوب وتشغيله للبرامج والألعاب لا يجعل منه عبقرية، لا يجعل منه عبقرية، ولا يدعو هذا الأمر للفخر، بل إن إعطاء الهاتف النقال لطفل أقل من 5 سنوات يعتبر خطرا أو خطر على الصحة الجسمية والعقلية للأطفال. يا سلام. اعلم رحمك الله أن إعطاء الجوال للأطفال وخصوصا لمن كان دون 5 له عدة سلبيات. طبعا لا نخوض في تفاصيل كما بدأت في الكلام والحديث أن هناك من المشاكل ما تحصل، لكن أنا أقول هنا الحماية، كيف تكون الحماية؟ احمي طفلك أولا حتى لا ينشأ في هذه المواقع وهو قد دخل في بحر الإنترنت. صحيح. اعلم أن إعطاء الجوال للأطفال وخصوصا لمن كان دون 5 له عدة سلبيات. جميل. نذكر منها أولا تأخر النطق، ثانيا التوحد الذي صار منتشر بكثرة، ثالثا عدم، أنت معي أخي؟ معك أنا. أيوة جميل كلامك، يعني كمل رغم الوقت بيداهمنا بس كمل. يوجد الانتظار. طيب. الرقم المطلوب.